بهدوء، خفف خفف السرعة وانت رايح، اكشف الشارع قدام عند الدوار، مؤشر يمين مع المناظر، المنظرة الجانبية، مؤشر وانت رايح. هاي الطريقة الصحيحة. ما افكر اطفي المؤشر، بروح بينطفي، خلي المؤشر شغال لين ما تنتهي العملية. اترك مسافة الامان اللي بيني وبين السيارة اللي امامي، احافظ على الديستنس، مسافة الثانيتين، وهذه تطبق في جميع السرعات. اترك المسافة، مكان هني وانت رايح. الحين المبنى اللي قدامنا احنا ما ندري شنو صاير هناك، في عمل، في حادث، في شيء، ما حريق، ما ندري. فما له داعي حقه السرعه، اقطع البترول برفع رجلي، ما في بريك وانت رايح بهدوء. ايوه وانت رايح سيده، عندي اسمح للمرور، عيوني على الخط المتقطع اللي في الشارع. التوقف مع ترك مسافة الأمان أثناء الوقوف. لما تتحرك عيوني على السيارة الجدامي أو الجدامية، لما تتحرك أتحرك، مو طالع جهة اليسار وأنسى قدام، لا، تحركت أطالع جهة اليسار، أيوة، فرت كتفي ورقبتي ما من شيء، وأتحرك بالعدال، بريك بهدوء. زي سرعتك، بروح يسار، مراية سكتين يسار مع كتف الطريق، بريك، جدم. هني مدرسة تعليم السياقة، السرعة تكون 50، ولف وادور في لما يصير السائق في سيرة كتفي، ما زي سرعتي اكثر من الحد القانوني 20، لا ما مشي 20، اكثر ادفع. ايوه 20 في بعض الاماكن، مو كل الاماكن، هني 40 45، هلون على حسب الشارع وعلى حسب الرؤية اللي تشوفها مناسبة انه ما تلصق في السيايير. خفف السرعة امامك دوار، اكشف الدوار، شنو في السيناريو في الدوار، هد البترول وانظر الى المسار الاسود اللي في الشارع، ناس وايد ما يعرفون هاي الشيء، بريك وانت رايح، اكشف دوار وانت رايح، بترول خفيف ناعم بسيط، ايوه، استخدم منظم السرعة بطريقة صحيحة وانت رايح، تمام. نفس المكان بداية الرصيف سكتير يمين وانت رايح بهدوء، زي سرعتك تدريجيا، تمام، شاطر شاطر شاطر، تمام. ايوه في حالتك لا تطفي المؤشر ليه ما تخلص العملية وانت رايح بهدوء. امامك مرتفع طالع المنظرة، بريك، شاطر شاطر نواف، شاطر، بترول، ومع المحافظة على الدستنس قلنا اللي بينك وبين السيارة اللي امامك، بس ما استعجل. وانت رايح بهدوء، تمام. طالع الاسهم، الشارع راح يفصلني بين مسارين، هذه المسار والمسار الثاني،
بغيت اتجاوز مرايه سكنيه اليسار 3 ثواني حول مسارك اطفي المؤشر وابقى هني ساكت. قال لي بتجاوز تتجاوز في هاي المسار، قال لك يسار بروح يسار، لكن قال بتجاوز فخلك هني في هالمسار، يدك على الستيرنج طريقة الصحيحة، ما يود الجير، أموري طيبة. لما يتحول إلى اللون الأخضر تدريجيا أزيد سرعة السيارة، بس ما تطوف السرعة 50. يعلمك الطريقة لما يعطيك أمر بطريقة التجاوز لازم تسمع كلام الممتحن، إجراءات لازم تسويها تطبقها، لما يعطيك أمر تطبق الأمر هذه. سياقتك مضبوطة، أبي تطور، أبي أكثر أكثر نحو الأفضل، أستمع حق المدرب والأستاذ شنو يقول لي علشان أكون في تحسن نحو الأفضل. أدوس بترول خفيف أزيد سرعتي. أيوة أنت رايح أسرع، تمام شاطر شاطر شاطر. سكري اليمين طال منظره وانت تنزل تدريجيا، اطفي المؤشر 50، ما كثر من 50، مسارين راح يصيرون مسار واحد يسمونه بطل نك، عنق الزجاجة، وانا رايح تمام. اقطع البترول، اطال المراية مع الخط الابيض هنا اخر خط، وانا رايح شاطر شاطر نواف تمام. وانت رايح زين تمام، تغير بسرعتك 40 45. لاحظ السيارات اللي على الجانب الطريق اذا كان في خلل ما بامكانك استخدم البوق او الهرن، ما في علامة تمنعني باستخدام البوق وانت رايح، لكن مو بالزجر طاط وازعاج، لا طريقة مهذبة. حتى لو بالشارع واحد طلع عليك ما له داعي حق الهرن والازعاج، ما له داعي هرن، يمكن هاي ريال مينون، يمكن مريض، يمكن يوم من اخر ليل، يمكن عنده حاله نفسيه، يمكن عنده مشكله، فليش حق الهرن ذي؟ هرن انتبه يا اخي لاحظ. وانا رايح المسافه حلوه اللي بينك وبين السياره اللي امامك تمام، اتغير بالسرعه القانونيه ما تزيد. الدوار اللي يجيني بروح رجوع عكس يوتير، مرايه سكنه اليسار بيعطيني الممتحن امر، شوفه امر كافي يعني بوقت كافي، اكشف اطالع الاسهم وانا رايح. بترول خفيف شاطر شاطر، وانت تلف خليك في حارتك، اطالع الشارع اللي تحت مكاني هني ما زي سرعتي، سرعتي بسيط، لا لا مو في الوقت المناسب والمكان المناسب، هني مؤشر فوق اي نعم رايت تايم رايت بوزيشن طال منظره، وانت رايح المؤشر الضوئي في الوقت الصحيح والمكان الصحيح. بترول شاطر تمام، وانت رايح طف المؤشر سرعة 50، اتغير بالسرعة 50 شاطر، حافظ على المسافة اللي بيني وبينه ممتاز ممتاز، أيوة شاطر، استمع إلى أوامر الأستاذ، وإذا ما سمعت كلام الممتحن شو يقول لك قل له عفوا ما سمعتك، ما فيها شيء مو غلط بريك، بس الكلام المهذب عفوا ما سمعتك، مو كل ساعة عفوا ما سمعتك، لا لا يعني مرة مرتين that's it. حافظ على المسافة وساكت، عدني الممتحن او المدرب على طول سيلة بريك، اخلي المسافة وانت رايح. بترول بترول ازيد سرعتي تمام. ديول جارج واي اهيد، شارع مزدوج امامك، اطالع من الشارع راح يصير مسارين، اطالع المسار الايمن وانا رايح سرعة 50، اطالع سرعتي اطالع المناظر وازيد سرعتي على سرعة 50. لما يعطيني الممتحن امر
ان ربي اتجاوز مرايه. سكر اليسار 3 ثواني، 1 2 3، ما في سيارات راح انتقل الى المسار المناسب واطفي المؤشر. وانا رايح عيوني على الخط، عيوني الخط اللي في الشارع، بريك بريك بريك. ايوه تمام. بس شاطر، وقفت قبل الخط بغليل، مو توقف لي 5 متر ورا، هذه خطأ. البعض يوقف 5 متر 10 متر، ليش؟ فخطأ، لازم تعلم الطريقة الصحيحة، الوقوف عند الخط، بترول وانت رايح زي سرعتك شوي شوي. تمام تمام، طالع المنظرة الجانبية لان الشارعين راح يصير مسار واحد طالع. ايوه، وانت ميول شوي شوي الى المسار الوسطي. شاطر نواف، شاطر. هدا بترول، بروح البوابة، بروح يمين مراية، معشر اليمين، بريك بريك، خفف سرعتك خفف، شاطر. وانت تلف، بريك، بروح يسار، سكني اليسار، عيونك يسار ويمين، ورقبتك فر رقبتك يسار، اسمح للمرور، رأس المثلث تحت، جدم طالع يسار طالع يمين. ايوه، وانت رايح بترول زي سرعتك اكثر. ايوه شاطر، تمام، احسنت احسنت، بترول زي سرعتك. يا هلا، ساكت عنك بروح يسار، قايل لك اعطاك امر يسار، سكني يسار، اذا ساكت عنك بتروح يمين، وهني ما في سيده، وافتح صوب قليل صوب اليسار. ليش افتح صوب اليسار؟ لان قلنا اذا كان في اسعاف او احد بيدخل بيروح على اليمين بامكانه بسهوله، لكن يوم وقت النص صعب السياره تدخل او تروح يمين، واحد مستعجل، زوجته بتولد، عنده حاله طارئه، ما تدري شنو الظرف اللي عنده، فاي بصوب اليسار علشان اخليه يدخل بسهوله صاحب المركب المستعجل. اكشف التقاطع جهتين يسار ويمين وانا ادخل، شارع 80 ازيد سرعتي، اخف روحي. ايوه، في اسرع وقت انا انزل 80، بس الشارع مفتوح، اموري طيبه، اترك هذه المسافه، اذا كانت في سياره امامي اتغير بسرعه 80، ما زيت الا بامر، الا بامر، اذا بدل مساري كل شيء بامر. اتمنى استفاديتوا من هالفيديو والكل استفاد، واي ملاحظات انا على الرحب والسعه. لطف المتابعه، يا هلا ويا مرحبا بالجميع، مع خالص تحياتي وشكرا لكم جميعا. شكرا يا نواف، شكرا. العفو، مشكور مشكور.